أهلا بحضراتكم. قرار عاجل ومفاجئ من الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا. القرار يوصي بإيقاف الأستاذ أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بتهم فساد مالي. قرار مفاجئ وصدر منذ قليل من الاتحاد الدولي لكرة القدم. وخليني أقول لحضراتكم ما جاء نصا في بيان الاتحاد الدولي لكرة القدم. أدانت الغرفة القضائية للجنة الأخلاقيات المستقلة أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ونائب رئيس الاتحاد الدولي بخرقه واجب الولاء وقبول وعرض وقبول الهدايا والمزايا الأخرى وإساءة استخدام المنصب ومخالفة مدونة الفيفا للأخلاقيات واختلاس الأموال. يتعلق التحقيق في سلوك السيد أحمد أحمد في منصبه كرئيس للكاف خلال الفترة من 2017 إلى 2019 بالعديد من قضايا الحوكمة المتعلقة بالكاف. إذن القضايا المرصودة بتتكلم على الفترة من 2017 إلى 2019 بما في ذلك تنظيم وتمويل حج العمرة إلى مكة. طبعا ده ترجمة حرفية لنص البيان، لكن المقصود هو رحلات حج وعمرة إلى مكة ومشاركته في تعاملات الكاف مع شركة المعدات الرياضية تاكي تاكل، شركة أجنبية اسمها تاكي تاكل للأنشطة الرياضية. وفي قرارها بعد جلسة الاستماع المطولة قضت الغرفة القضائية بناء على المعلومات التي جمعتها غرفة التحقيق بأن السيد أحمد أحمد قد أخل بواجب الولاء وقدم الهدايا والمزايا الأخرى وأساء إدارة الأموال وأساء استغلال منصبه كرئيس للكاف وفقا لمدونة الفيفا للأخلاقيات. ونتيجة لذلك وجدت الغرفة القضائية أن السيد أحمد أحمد قد انتهك المواد 15 و20 و25 من الإصدار الحالي من مدونة الفيفا للأخلاقيات، وكذلك 28 المادة 28 من نسخة 2018، وبناء عليه تقرر عقوبته بمنعه من جميع الأنشطة الرياضية المتعلقة بكرة القدم سواء كانت إداريا أو رياضيا أو أي نشاط آخر على المستويين الوطني والدولي لمدة 5 سنوات. بالإضافة إلى ذلك تم فرض غرامة قدرها 200,000 فرنك سويسري على السيد أحمد أحمد، وتم إخطاره اليوم بشروط القرار وهو اليوم الذي يدخل فيه حيز التنفيذ. إذن أحمد أحمد موقوف بتهم فساد من قبل الاتحاد الدولي بعد إجراء التحقيقات. طيب، هذا القرار خلفياته إيه وتفاصيله التي لم يعلن عنها، وكذلك نتائج هذا القرار هتكون إيه؟ معنا هاتفيا الكابتن شطة رئيس لجنة التطوير السابق بالاتحاد الإفريقي. أهلا بك يا كابتن، منورنا في تلفزيون اليوم السابق. أهلا، سعيد جدا بالمكالمة دي حقيقة. أهلا بحضرتك، وعايز أسألك على انطباعك الأول ورد فعلك الأول عندما علمت بهذا القرار. وطبعا إحنا الستاف اللي موجود خارج الكافة الآن حوالي 8 مديرين تم رفضهم من أحمد أحمد. أول ما طلع بقى رئيس اتحاد كان بيغير في كل الأجهزة الإدارية بتاعته واللجان كلها كان بيغيرها. إحنا طبعا تضررنا منه كثيرا، لكن إحنا طبعا عشان احنا برضو لنا في الكيان الافريقي يعني جزء منه، مش ممكن نطلع ننتقد في 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 هذا الكيان. بنحافظ عليه زي ما النادي الاهلي بنحافظ عليه، زي ما اي حد في النادي بيحافظ على الكيان، ونجي عايزين نطلع نتكلم على الطريقه اللي بدا بيها في التصفيه اللي حصلت نتيجه انه. لكن احنا دلوقتي هنتكلم، مش عايزين نتكلم على الاخطاء اللي عملها، عايزين نتكلم على الاخطاء الفساد اللي هو تم يعني تأكيده من الاتحاد الدولي. هذا الفساد اللي حصل يرجع الفضل للأكبر، على الأكبر طبعا لعمرو فهمي الله يرحمه السكرتير السابق الذي أخرج كل هذه المستندات التي تدين هذا الرجل من أول، يعني من أول ما استلم في عمله بدأ هو
يعني ينصح فيه ويبلغه بهذه القرارات الغير صحيحة، نتيجة إنه هو ما عندوش خبرات في هذا المكان زي ما كان عيسى حياته موجود. عيسى حياته قعد 28 سنة أو 30 سنة، من 88 ل 2017 تقريبا 30 سنة. فهذا الرجل طبعا عيسى حياته كان يعني أدرى بكل خبايا الاتحاد الأفريقي من حيث الأمور المالية ومن حيث الفساد، فكان حقيقة لم تطله أي عقوبات من الاتحاد الدولي طوال هذه الفترة، حتى لو لما طالت بلاتيني وطالت بلاتر وطالت كل رؤساء الاتحادات القارية ما عدا هو. فكان حقيقة لما جه حقيقة أحمد أحمد حاول إنه يغير في الأسلوب ويغير في الأمور بشكل من غير ما يرجع للوائح المالية واللوائح اللي هي يعني عايز بتدين أسأل كل حضرتك يا واحد. كابتن شطة، عايز أسأل حضرتك، هل هذه المخالفات تضرر منها الجانب المصري على مستوى المنتخب أو على مستوى الأندية؟ لا لا، دي كلها مخالفات داخلة فيها أمور شخصية، داخلة فيها أمور ماليات، داخلة فيها برضو رشاوة، داخلة فيها عدم الالتزام بلوائح الاتحاد الدولي والأفريقي في كيفية التعامل المالية لما تيجي تشتري أي حاجة أو تيجي تخش في مناقصات. إيه الأمور التي يعني بيتبعها الاتحاد الأفريقي؟ أساسا الاتحاد المفروض لا يتدخل في أمور مالية، لأنه عنده لجنة مالية ورئيس لجنة مالية وعنده مدير لجنة مالية. البيان خاصة بالذكر شركة تاكتيكال، وهي شركة للأنشطة الرياضية، وإنه في شبهة فساد في التعامل مع هذه الشركة. طبعا هذا الامر برضه مين اللي اخرج هذه الاوراق الرسميه؟ لما تيجي تضع مناقصه او تضع يعني شراء ملابس حتى لو كان ب 100 دولار، لو ما كانش هذه الاوراق سليمه ونتيجه هذه المناقصه سليمه هيدان فيها رئيس الاتحاد طبعا اذا كان هو. فالامر حقيقه يعني انا بقى بالنسبه لي، انت قلت لي في مفاجاه، انا قلت انا 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 انا, أنا اعلم شهور انه الاتحاد الافريقي رئيس الاتحاد الافريقي احمد احمد سوف يتم ايقافه قبل ان يعلن تشريعه، لكن الحقيقه اجلت بعد اعلان ترشيحه. فبالتالي انا لم افاجئ، لانه احنا منذ اسبوع، ما اعرفش انت عارف ولا لا، احنا منذ اسبوع علمنا انه احمد احمد خرج من مستشفى السلام لما كان بيعالج فيها من الكورونا، خرج قبل ميعاده وسافر سفريه بون واي تيكت، تذكره من غير عوده. بلا عودة. الخبر عندنا نعلم تماما من مصادر لينا انه هو سوف يتم ايقافه 5 سنين 4 سنين 10 سنين، لكن طب ليه يا فندم العقوبه تفتكر هذه التفاصيل أعلنت الآن بعد إعلانه نيته للترشح؟ هل كان ممكن يكون كان في اتفاق على إنه لا يعلن ترشحه وهو خالف هذا الاتفاق، وبالتالي الفيفا عايز يمنعه من إنه يكون له فرصة تانية في التواجد كرئيس للاتحاد الأفريقي؟ دي كواليس الواحد ما يقدرش يقولها، بس احنا عارفين كويس قوي وكنا يعني متأكدين انه لن يتم الموافقة على ترشيحه نتيجة هذه المخالفات. المخالفات دي كانت دي ممكن تكون اكثر المخالفات صارخة ومبينة بمستندات قاطعة. الناس راحوا عملوا عمرة ودفع ثمنها وجاب فلوس ده انا للاتحادات. كنت عايز اسال حضرتك على موضوع العمره، لانه في سياق غريب داخل البيان، يعني تم تخصيص الذكر برحلات العمره او الحج، فهو ده بيحصل؟ يعني هل اعضاء الاتحاد الافريقي بيبقى فيه رحلات بينظموها حج وعمره وما الى ذلك؟ المفروض كل واحد بيطلع عمره بيدفع فلوسها، لكن ما تجيش تطلع ناس عمره وتقول طلع ده في اسماء في القائمه مسيحيين. مسيحيين طلعوا عمره. يعني انا ببلغ الاوراق المستندات اللي طلعت كمان في هذا الامر طلعوا اسماء يعني غير مسلمه. فبالتالي انا بقول لك للاسف الشديد، انا بقولها لك بمنتهى الامانه والصراحه، لما افرغ النادي الاتحاد الافريقي من قياداته اللي هي القيادات الاداريه، لان انت عارف القيادات الاداريه مين؟ مدير المسابقات، مدير الماليات، مدير التطوير اللي هو انا، مدير التسويق، مدير الكومبيتيشنز، مدير التحكيم، كل اي حد من المديرين شالوا. لما تشيل هذه الاعمده مين هيديك القرار الصحيح؟ هو طبعا بدا بالتصفيه ادت الى انهياره في اقل من 3 سنوات، يعني من 17 ل 19 خلاص، يعني تم اتهامه باتهام مباشر ببعض الفساد. كان يجب يترك الناس دي تدير الكاف الفتره بحيث انه يحافظ على كيان الكاف، لكن طب لما تيجي انت ليه ما كانش هتيجي فيه ليه ما ك... السابق حضرتك عنده احد خبرات في الاتحاد، حضرتك احد ضحاياه، يعني لو جاز انا احد التعبير ضحايا، انت احد ضحايا، ليه ما ك... انا ليه ما بحافظ على الكيان. اتكلمتوش وكان في لا مكاشفه انا لما كلمته يدور؟ يا احمد يا سياده الرئيس، انت اللي بتعمله ده هيضر بالكاف. الكاف ده عباره عن مؤسسه بتشتغل بقى لها اكتر من يعني من 70 80 سنه، من سنه 57 يعني 63 سنه
تقريبا. لازم تخلي الامور تمشي وبالتدريج، اذا كنت عايز تعمل تطوير تعمل بالتدريج، لكن لا تصفي هذه الامور. في ناس كتير قوي دلوقتي زملائي انا بيكلموني، مديره الترافل، مديره التسويق، كل الدايركتورز اللي كانوا موجودين بنتكلم مع بعض نقول يعني شوف ربنا، يعني العدل بيتم في الدنيا دي. يعني ظلم ناس، واول المظلومين، اول المظلومين عمرو فهمي، قالوا هو مريض في المستشفى. وعمرو فهمي لو لم يكن انه قادر على انه يطلع الاوراق دي، مفيش ممكن، مفيش سكرتير في الدنيا بيطلع اوراق، لانه كل الاوراق اللي بيطلعها سكرتير في لحظه من اللحظات هيكون طرف فيها. طب احنا من المخالفات يعني المرصوده، احنا بنتكلم على رحلات العمرة، وحضرتك قلت انه حتى كان بيحط على قوائم الرحلات دي مسيحيين. اتكلمنا عن التعاقدات مع الشركات الرياضية بالمخالفة لضوابط ولوائح الكاف. ايه تاني انواع المخالفات اللي انت رصدتها في وجودك او حتى بعد ما اقالك احمد من المنصب؟ انا بقول انه احمد للاسف الشديد لم يكن لديه يعني مستشارين على قدر كبير من الوعي عشان كيفية قيادة الاتحاد الأفريقي. يعني دي مؤسسة كبيرة جدا، لها لوائحها ولها نظمها ولجانها، كان يجب عليه أن يتبع الأمور الصحيحة، لكن كان بينفرد بقرارات، وكان بيطلب من السكرتير العام يدفع كذا ويطلع فلوس من غير أي مستندات يعني تدافع عن حق هذا الرجل في يوم من الأيام. كل الأمور دي يعني الآن صدر هذا القرار، لكن القرار ده إحنا على علم إنه تماما لما أوقف سويسرا وتم التحقيق معه الاوراق كانت مستندات قاطعه لازم توقف فيها. اذا كان بلاتيني يتوقف على مبلغ ما اعرفش حوالي 70,000 دولار ولا 100,000 دولار، انا فاكر كويس قوي لما بلاتر دفعها له 2002. طب ومن ابلغ عن احمد او من يعني كشف هذا الفساد للفيفا؟ عمرو فهمي السكرتير السابق الله يرحمه، والاخ محمد الشريعي امين الصندوق، لانه هو برضه كمان يعني هم اللي ارسلوا هذه المستندات، هم اللي أرسلوا هذه المستندات للاتحاد الدولي؟ طبعاً، لأنه إذا هذه المستندات أرسلت ليه أرسلت؟ لما أنت تحارب شخص وتقيله بدون أي أسباب هو يمتلك كل المستندات، هتتوقع إنه يعمل إيه يعني؟ هتتوقع إنه يعمل إيه؟ أنا لا أملك أي مستند يدين أحمد، لكن اللي يملك المستند اثنين، السكرتير العام والمدير المالي، تقيلهم الاثنين. طيب انت ما يعني مهما كان حتى ورقه، بقول لك لو ب 100 دولار ورقه بتدينه ممكن توقفه، فما بالك بمبالغ عده هل في فرصه امام احمد انه يستأنف على هذا القرار او يطلب اعاده التحقيق او من هذه الخطوات يعني؟ طبعا هو لازم اعاده التحقيق، ولازم استئناف المحامين يحاول يعني يستأنف له على الاقل يخفف هذا يعني ممكن يكون هناك عدم قصد منه نتيجه عدم درايته او عدم الناس اللي حواليه ما ادلوش النصائح الكافيه، فممكن يكون من خلال هذا الامر انه يتم الاستئناف، لكن تخفف العقوبه، ولكن لن تلغى هذه العقوبه. لن تلغى ويعني احنا عايزين نقول انه بشكل شبه محسوم احمد لن يكون مرشحا في انتخابات رئاسه الاتحاد الافريقي. لا يمكن يكون احمد الان له اي نوع من الفرصه انه يرشح نفسه، لانه الاستئناف ومتابعه القضيه ممكن يعني تفسد في 6 أشهر او اكثر، بدليل انه قرار الايقاف منذ اكثر من سنه تقريبا من 2019. طب هل هذا الايقاف سيؤثر على سير اي من البطولات الافريقيه على مستوى الانديه او المنتخبات؟ الان لا، لانه العقود كلها والرعاه كلهم ماضيين عقودهم لمده سنتين ثلاثه او اربعه على حسب العقود المبرمه، لكن الاتحاد الافريقي هيتأثر ككيان حصل في هذه الهزة الكبيرة، تقريبا ما حصلتش هذه الهزة منذ أكثر من 60-70 سنة. الاتحاد الأفريقي عمره ما دخل في فساد مالي بهذا الشكل، وكمان قبل كده حصل إنه جاب فاطمة سامورة سكرتيرة الاتحاد الدولي لتدير الاتحاد فترة نتيجة عدم وجود مستندات صحيحة في مسار الكاف وفي إدارة الكاف. كابتن شطة، هل تعتبر أن ما نال أحمد بهذا القرار هو استعادة حق للمصريين وغير المصريين من ضحايا رئيس الاتحاد الأفريقي الموقوف؟ بالتأكيد هذا القرار أسعد كل المصريين المتضررين منه وغير المتضررين لسبب واحد بس، لأنه جعل الكاف في الفترة الأخيرة دي
مجال للنقد المستمر من كل الكونفدريشنز الثانية والاتحادات القارية الأخرى من بطولات أفريقية حصل فيها مشاكل وألغيت مباريات وعيدت وحصل فيها يعني بلغوا الاتحاد الدولي بمشاكل الكاف والكاف الاتحاد الأفريقي الاتحاد الدولي جه الاتحاد الأفريقي يديره. كل الأمور دي أصابت الاتحاد الأفريقي داخل مصر وخارج مصر بنوع كبير جدا من التشكك والضعف. فأنا أعتقد إنه 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 خروجه دلوقتي كان يعني كان متأخر شوية. كنا نتمنى إنه هل هذه المخالفات من صلاحيات الفيفا إن هو يوحي لها إلى النيابة أو إلى الجهات القضائية؟ لا 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 لا، الاتحاد الدولي هو الجهة الوحيدة التي تمنع أي تدخل حكومي في أي قرارات، بدليل إنه لكن برضو ازاي، ما هي دي مخالفات مالية، احنا بنتكلم عن فساد مالي، فكيف يكون فساد مالي ولا يتم محاسبته؟ لا يتم قضائية بدليل تغريمه مبلغ 200,000 دولار. إذن هو المبلغ اللي تم تغريمه ليه اكتر من المخالفة المالية، من المخالفات اللي تم لكن لا يحال قضائيا، لا يحاسب قضائيا، لا يحل القضاء. كابتن شطه، رئيس لجنه التطوير السابق في الاتحاد الافريقي، بنشكر حضرتك على شرحك وتحليلك، وزي ما حضرتك قلت هياخد من كلامك ان هذا القرار هو استعاده لحق حضرتك ورحمه الله كابتن عمرو فهمي ومن استبعدهم احمد من الاتحاد الافريقي بغير حق. شكرا لحضرتك وشكرا لمتابعينا في تلفزيون اليوم السابع، وعلى مدار اليوم باذن الله هيكون في متابعات مستمره لهذا الملف ولغيره من الملفات رياضيا وسياسيا. كان معكم تامر اسماعيل، واعد التغطيه محمود حسن ومحمد محسوب. شكرا لكم.